بعد شروق شمس يوم العيد سالت دماء الأضاحي في مسلخ المعيصم بمكة المكرمة، والذي من المتوقع أن يتجاوز عددها أكثر من 150 ألف رأس من الأضاحي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. المتوقع العدد من 10,000 ل 30,000 رأس، اللي الآن مذبوحة من بعد صلاة العيد لحد الآن تجاوز 10,000 رأس. هذا العدد يشمل الأهالي والحجاج. الرقابة الصحية حاضرة في المشهد من خلال 26 طبيبا بيطريا يشرفون على الحالة الصحية للمسلخ، والحرص على أن تتم جميع المراحل التي تمر بها الأضحية في ظروف صحية مناسبة. بالنسبة للأضاحي عندنا الكشف الطبي البيطري ظاهريا قبل الذبح وبعد الذبح. عندنا صارت الأهالي تختبر، صارت المؤسسات في كل صال عندنا عدد 2 طبيب بيطري يتم الكشف الظاهر على الذبائح قبل دخول المسلخ وأثناء الذبح وأثناء تحميل اللحم من المسلخ. ما يلاحظ داخل جنبات المسلخ هو ازدياد أعداد المضحين بالأغنام، وخصوصا بعد قرار منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة. فيصل حسن، الإخبارية، مكة المكرمة.